من معبر تائها ينضم إلينا مراسل الحدث جمعة كجمعة. أهلا بك معنا. إذن أترك لك الكلمة لتضعنا في صورة ما يحدث عندك. مرحبا نضحى بك وبسادة المشاهدين. مشكلة المعابر الداخلية بين مناطق الإدارة الذاتية والنظام في طريقها إلى الحل، لا سيما بعد دخول 119 شاحنة محملة بمساعدات الأهالي من مناطق الإدارة الذاتية إلى مناطق المعارضة. 53 شاحنة دخلت يوم أمس من معبر أم جلود، 66 شاحنة دخلت من معبر عون الدادات، فيما لا تزال المساعدات المقدمة بشكل رسمي من الإدارة الذاتية وهي عبارة عن 30 شاحنة محملة بها الوقود عالقة في معبر أم جلود. في مكان الذي أقف فيه وهو معبر التائهة يفصل بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق النظام، لا تزال 100 شاحنة كما تلاحظين محملة بالوقود، إضافة إلى شاحنات أخرى بالمساعدات الغذائية وسيارات تابعة للهلال الأحمر الكردي عالقة في هذا المعبر لليوم الرابع على التوالي. لم يسمح لها حتى بالدخول أو حتى يعني إرسال مندوبين من النظام للجلوس مع المسؤولين هنا في المعبر للإدخال. نتواصل نحو مع المسؤولين في المعبر. في اليوم في البدايات كان هناك مفاوضات حول الحصول على 80% من هذه المساعدات، ثم في اليوم الآخر كان هناك نوع من المفاوضات على ضرورة أن يقوم الهلال الأحمر السوري باستلام هذه المساعدات وتوصيلها إلى المتضررين. كان هناك رفض من الإدارة شرح هم أيضا بدخول الهلال الأحمر الكردي وذهاب إلى الشهباب. جمعة الصوت تقطع. الحصة حقيقية الشيخ مقصود الأشرفية وسط مدينة اليوم. اليوم اليوم ضحى لا توجد أي مفاوضات، وبالتالي لا يعلم مصير هذه يعني المساعدات المعالقة في اليوم الخامس على التوالي في معبر التائهة. طيب أعود معك مرة جديدة لمعبر أم جلود وعون الدادات. بالأمس كنا تابعنا معك بأن الشاحنات التي سمح لها بالدخول هي الشاحنات المحملة بمساعدات من الأهالي ومن العائلات، وليست إذا صح التعبير من بشكل رسمي من الإدارة الذاتية. هل من المعروف إذا كان هناك أي مفاوضات تجرى حتى تدخل أيضا المساعدات الرسمية من قبل الإدارة الذاتية كما المساعدات التي وصلت من الأهالي ودخلت بالفعل؟ يبدو أن فرص إجراء أي لقاءات بين المعارضة والإدارة الذاتية معدومة مع مرور 5 أيام. لذلك هناك دعوات من الإدارة الذاتية وأيضا من نشطاء ووجهاء عشائر على الطرفين، على طرفي المعبر، بضرورة وجود وسيط دولي، خاصة هم يتحدثون عن القوتين الفاعلتين على الأرض سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بالضغط الشاحنات على الشاحنات التي دخلت بالأمس يعني تمنع دخول المساعدات والموجودة أيضا في معبر أم جلود وعون الدادات، نحن نتحدث عن مساعدات من أهالي وأخرى رسمية لكن كلاهما من منطقة الإدارة الذاتية. هل هناك فرق في المساعدات المقدمة؟ وكيف أصلا يفرق النظام بين مساعدات الأهالي ومساعدات رسمية من الإدارة الذاتية؟ ضحى نعم، يعني المساعدات القادمة من الإدارة الذاتية بصفتها الرسمية كقوى إدارية وخدمية وعسكرية تحكم مناطق شمال شرق البلاد عبارة عن شاحنات من الوقود، بينما المساعدات المقدمة من الأهالي يعني من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا من المنظمات في أغلبها مساعدات إغاثية وإنسانية، يعني خيام وأغطية وملابس شتوية وأغذية ومياه معدنية ويعني ما يحتاجه الأطفال في المناطق المنكوبة. سمح الشرط الثاني بالدخول أي مساعدة لمنظمات والفعاليات، بينما لم يسمح للمساعدات المقدمة من الإدارة وهي شاحنات وقود 30 في أم جلود و100 في معبر التائهة بالدخول لا إلى مناطق النظام ولا إلى مناطق المعارضة. شكرا جزيلا، سنبقى في متابعة معك. كنت معنا من معبر التائهة مراسل الحدث جمعة كاشة.